سباق المئة متر حواجز ألعاب مركبة، وهي أول مسابقة في برنامج البطولة العربية أقل من 23 سنة. تحية لكل المشاهدين الكرام. إذن هناك مصرية تونسية ومغربية. الأمر يتعلق بالبطلة نسيمة بن الخضر ممثلة المملكة المغربية. إذن ننتظر انطلاقه. هناك سبع مسابقات. المرتبة الثانية لنسيمة بن الخضر، المرتبة الأولى كانت لمصر، والمرتبة الثانية لتونس.